وهذا السائل وهو سعيد يقول: اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد الأكل، هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا توفي صاحبها فهل تدفن معه أو تخلع عنه؟ بالنسبة لاتخاذ الأسنان من الذهب أو من الفضة، فكل ذلك من الأمور المشروعة طالما أن هناك حاجة، وذلك لأن من خاصية الذهب أنه ليس فيه نتن، فلذلك كانوا يشدون الأسنان ويملؤونها بالذهب، فالذهب له بعض الخواص، ومن أهمها أنه لا يتغير، لا ينتن، لا يصدع، فلذلك يتخذ من الذهب. إذن بالنسبة لمن اتخذ من الذهب أسنانا أو كذلك باتخاذ الذهب أنفا، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة كان له أنف من ذهب، وذلك لأنه كان عنده أنف من فضة فأنتن عليه، أي صدع، ثم بعد ذلك اتخذ أنفا من الذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه، وهذا دليل على أنه يجوز أن الإنسان يتخذ أسنان من الذهب، فطالما أن الحاجة قائمة فلا مانع من ذلك. إذن اتخاذ الأسنان من الذهب جائز، وبالنسبة للفضة فإنهم لا يتخذونها غالبا من الفضة، إنما يتخذونها من الذهب، ولكن لو اتخذها من الفضة وكان ذلك لوجود الحاجة فلا مانع شرعا، فاتخاذها لوجود هذه الحاجة سواء كان للذكر أو للأنثى لا إشكال في هذا الأمر. هل تنزع منه أو لا؟ ذلك مربوط بمدى التشوه الذي يتحقق، فإذا كان نزعها سهلا ويسيرا فإنها لا تدفن معه، أما إذا كان نزعها يترتب عليه تشويه ومساس بجسده فإنها تترك ولا تمس، لأن حرمة الجسد الإنسان وهو ميت كحرمته حي، فحرمة المسلم عندما يموت كحرمته حي، لا يجوز المساس به، فكل ما يؤثر عليه، أما ما لا يؤثر كخاتم في يده مثلا يخرج هذا الخاتم. وكذا بالنسبة لما يمكن أن ينزع من أسنانه من غير أن يتضرر، كما لو كان قد شدت به الأسنان فلا مانع من ذلك لأنه لا يتضرر به.